اسمك ايه يا حاجة؟ السيدة مرزوقة محمود محمد إدريس، والدة الشهيد محمد مصطفى عبدو علي من اسكندرية. محمد الشهيد محمد طالب في كلية التجارة سنة تانية جامعة اسكندرية. احنا جينا هنا جاي قدام مسبيرو. ايوه جاي قدام مسبيرو، عاملين اعتصام عشان القاضي اخلى سبيل الضباط من غير ما يقول لاهالي الشهداء. ضحك على اهالي الشهداء وهرب الضباط من الباب الثاني وما قالش لاهالي الشهداء، وطلع السكرتير قال ان القضيه اتاجلت، ما قالناش ان هو اخلى سبيل الضباط. فانا جاي دلوقتي بطالب بضبط واحضار الضباط دول تاني، يرجعوا لاسم منهم معتز العسقلاني بتاع اسم الجمرك اللي هو ساكن ورانا اللي ضرب ابني اللي اسمه ورانا، وكومي بتاع الرمل الميري واسعفان بتاع رمل تاني. فانا دلوقتي بطالب ان كل دول يرجعوا تاني السجن، وحرام لما يسيبوهم كده بره. احنا عايزين القصاص عشان القضاء المصري مش عادل. احنا كده تعبنا، لازم يجيبوا لنا حقنا ويجيبوا حق شهدائنا ويجيبوا حق اولادنا. احنا اولادنا كانوا كويسين، كانوا بيدافعوا عن الوطن. انا ابني كان بيساعد بيشيل الناس من الارض، ابني مش محتاج ولا صايه. انا بطالب بالقصاص، عايزه محاكمه الضباط دول محاكمه سريعه. ليه المحاكمه اتاجلت؟ ليه ما يتعملش قاضي مخصوص لاهالي شهداء اسكندريه، اهالي شهداء السويس؟ احنا هنا في مسبيرو كل اهالي شهداء السويس والمنصوره والمحله وطنطا وكل اهالي الشهداء مجتمعين هنا، ومش هنمشوا من هنا الا لما يجيبوا لنا مطالبنا ويعملوا ضبط واحضار للضباط ويرجعوهم تاني. وبعد اربع ايام لو ما نفذوش كلامنا احنا هنعتصموا واحنا هنعملوا اضراب عن التعاون، ومعانا اطفال صغيره فحرام عليهم. احنا معانا اطفال ردع، لما الاطفال دي يجرى لهم حاجه تبقى في مسؤوليتهم، لازم يتم ضبط واحضار الضباط. شكرا.